السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء، فنيات السباكة الحديثة المتطورة مع محمد صلاح أبو علي صاحب السباق ساتر، وعم خالد واقف معايا. عم خالد بيبص يعني إيه إن أنا ما بقولش على اسمه. لا وعم خالد خالد معانا النهاردة. تسلم هندسي. الفنيات اللي إحنا بنقول عليها حضرتك استندر، أي قاعدة بتركب على ارتفاع 40 سم. بص أهي، هات كده باين معاك 40 سم ستاندرد. اي قاعده هتركب، اي قاعده اول التواليت يكون 40 سم، من 40 ل 42 سم ده الطبيعي الستاندرد بتاع اي قاعده معلقه. اي قاعده معلقه ستاندرد 40 سم. سخان اركب له الوصلات بتاعته مش على المخرج الحديد على طول، السخان اركب له جلب نص في نص عشان اربط فيها كويس، باينه معاك؟ عشان الرباط بتاع الوصله تعيش معايا، والوصله يكون فيها سنه انحناء علشان الميه السخنه لو هي صلبه ومشدوده بتضرب معاك على طول في اسرع وقت ممكن. فدي بعض الفنيات اللي بنحاول نضيفها مع بعض مش اكتر من كده. طبعا الحوض لما بنيجي ننزل بنحط سنه سيليكون من ورا عشان يعظم معاك، دي كلها حاجات احنا قلناها قبل كده. حاجه تاني ما اعتقدش، نبص الناحيه التانيه. برضه هنا كذلك الامر ستاندرد لاي قاعده معلقه احنا قلنا كام سنتي؟ دي 41 اهو او 40 ونص بالظبط، ده ستاندرد من 40 ل 42 سنتي، ده الستاندرد. طبعا عندي برضه السخان راكب على الوصلات بتاعته، كل حاجه جايه في مكانها، برضه واخده نفس الانحناء. احنا طبعا وسعنا شويه عشان خاطر الشباك بتاعي، دي الوصلات عشان خاطر جلب نص في نص عشان خاطر الدنيا ما تضربش منك. طبعا بعض الفنيات برضه هنشوفها في فيديو تاني. بحلق اسمنت ابيض حوالين الجيره بتاعتي عشان لو في عندي تسريب في الميه لا الميه تتسرب لي على الحيطه من بره. حاجات كتيره جدا هتشوفوها في الشقه دي يعني معانا. ارجو نقول اعجابكم، وان شاء الله باذن الله تابعونا على صفحه سباك شاطر على الفيسبوك وكمان سباك شاطر على اليوتيوب. وما تنسوش انا وخالي خالد بنصرح دعاكم من لوسط محمود عشان بيتكسف يقول على اسمه في الفيديوهات اصلا. شكرا.